وهنا تحديدا في هذه الفرضية الأولى، إذا بقي هذا الاتفاق الطولي ما بين الكتلة الصدرية وما بين الديمقراطي وما بين عزم وتقدم، فإن الحلبوسي حتى وأن أصدرت المحكمة الاتحادية بعدم شرعية الجلسة الأولى سيجدد له، هذه واحد. فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية، حتما من سيرشحه؟ الحزب الديمقراطي سيحظى بأصوات الكتلة الصدرية وعزم وتقدم، وسيذهب باتجاه يعني مل وشغل منصب رئاسة الجمهورية حتى وإن كان في الدورة الثانية للتصويت. المهم منصب رئاسة الوزراء في هذه الفرضية، في هذه الفرضية حظوظ السيد الكاظمي لا زالت موجودة، يعني بهذا الاتفاق الطولي، خصوصا أنه علاقاته ربما مع الجميع يعني ليس عليها غبار ولا يوجد إشكال في تجديد الولاية له بدورة ثانية. ليش أشعر الإطاريين الآن ما بين ليش أشعر قوى الإطار الآن ممكن أنه يقبلون بالسيد الكاظمي ولا يروحون للقح؟ القح لا يعني مو نرجع لنفس النقطة أستاذ عدنان، وهي السيناريو الثاني أو الفريضة الثانية، إذا كان هناك اتفاق ما بين الإطار التنسيقي وما بين الكتلة الصدرية، هذا الاتفاق سيؤثر على الاتفاق السابق ما بين الكتلة الصدرية وعزم وتقدم وما بين الحزب الديمقراطي، بمعنى أنه في حال الاتفاق فإن السيد الكاظمي ستكون حظوظه معدومة، في حال الاتفاق بين الإطار التنسيقي وبين الكتلة الصدرية فإن السيد الكاظمي حظوظه في ولاية ثانية ستكون معدومة، وهناك شخصيات أخرى. وكذلك فيما يخص السيد برهم صالح أيضا ستكون حظوظه معدومة. فيما يخص الأسماء التي طرحتموها أستاذ عدنان، حسب معلومات المتوفرة لدي وهي من مصادر موثوقة إن شاء الله تعالى، كل الأسماء التي طرحت وأتحدث في حال الاتفاق، في حال الاتفاق بين الاثنين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، كل الأسماء التي طرحت ستكون بعيدة عن النقاش، وهناك أسماء جديدة سيتم النقاش حولها، وأتحدث تحديدا في فرضية الاتفاق بين الطرفين الشيعيين الكتلة الصدرية وكذلك الإطار التنسيقي.